مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. استهزأ الصحفي المغربي رشيد العلالي والمعروف ببرنامج رشيد شو قرار دولة الجزائر بفرض تأشيرة الدخول إلى الجزائر على كل مواطن حامل جواز سفر مغربي. ويذكر أن مقدم البرامج رشيد العلالي كان يتسابق لعمل لقاءات صحفية مع الفنانين الجزائريين أثناء إقامتهم حفلات في مملكة المغرب. إخوان، أكيد أنكم أحسنتم بحالي، صدمتوا كيفاش الحكومة الجزائرية فرضت الفيزا علينا. دابا السؤال اللي عندي هو فين حنا غنقدروا نبقاو نفوجوا؟ فين غنستجمو؟ فين غنديروا الشوبين؟ زعما صراحة شي كيخطا في الخلف. الحمد لله صافي. إخوان، أكيد أنكم أحسنتم بحالي، صدمتوا كيفاش الحكومة الجزائرية فرضت الفيزا علينا. دابا السؤال اللي عندي هو فين حنا غنقدروا نبقاو نفوجوا؟ فين غنستجمو؟ فين غنديروا الشوبين؟ زعما صراحة شي كيخطا في الخلف. الحمد لله صافي. لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.